مساء الخير وسهرة طيبة وسهرة ممتعة لكل متابعي ومتابعات صفحتنا، سهرة طيبة لكل التونسيين والتونسيات الأحرار الغيورين والغيورات على هذا الوطن وعلى مصلحة تونس العزيزة. مرحبا بكم في بث مباشر جديد كما أعلنا في الأنونس بكري، باش نحكيه باش نعطيه أو قراءة أو تحليل لخطاب السيد رئيس الجمهورية يوم أمس من مدينة سيدي بوزيد. بون، الخطاب هذايا او التحليل هذا او البث المباشر هذا راهو موجه للناس اللي عندها عقل. خليني نقول علاش نقول هكا، لانه مش موجه للناس الدغمائيين الا وين تجي تتكلم او تعطي وجهة نظر او تعطي رأي في اي مؤسسة او في اي شخص او في اي قطاع، تهبط عليك الحملة نتاع الناس المسكرين نتاع كلنا وكلنا وكلكم مدري شنو وكله غاديك. دونك هذايا مش موجه لكلنا، دونك حتى احنا معناها مع قيس سعيد في بعض التوجهات مش نتاع كلنا مهما كان الثمن معناه. دونك باش نبداو واضحين، نخدموا شويه مع عقولنا، نخدموا شويه الماده الشخمه اللي عطاهالنا ربي باش نجموا نفهموا او نجموش نلقاو على الاقل ندعو الى مخرج من هذا المازق اللي تعيش فيه بلادنا ولا تعيش فيه تونس في الوضع الحالي وفي الوقت الراهن. دونك الوضعيه الخانقه اللي قاعدين نعيشوا فيها تو. دونك الخطاب البارح من مدينه سيدي بوزيد، في اعتقادي وقبل كل شيء ساعه، هو اعتقد انه رد على المسيره نتاع الاخوانجيه والطبع نتاعهم والثورجيين نتاعهم اللي عملوها له في شارع الحبيب بورقيبه يوم السبت. سامحوني التريبي ما هيش راكحه. دونك في اعتقادي كما قلت لكم هو بمثابه الرد على المسيره هذيك، لانه الناس هذوما يحكيوا بالثوره، الناس هذوما يحكيوا كذا، وكانه فوند كوميرس الثوره فكوه لرئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه باش يظهر الا هو ثوري ولا هو يحمل الخط الثوري ويحمل الثوره واهداف الثوره. دونك مشى لسيدي بوزيد على اساس انه الشراره الاولى انطلقت من سيدي بوزيد نتاع الانتفاضه مش الثوره، عندنا خلاف او اختلاف كبير معناه في المفاهيم وفي التسميات. دونك مشى لسيدي بوزيد على اساس راني ثوري، معناه باش يجلب او باش يستقطب او باش يخلي معناه في عقول الناس كونه هو بيدو ثوري وهو محافظ على الثوره. كيستيون الثوره هذه تناقش، لا فما ثوره ولا والو في تونس. دونك هي تعطينا اذا كانت تحب الحق انت محافظ على الثوره، اعطينا حقوقك التوانسه كلا ماتوا بالكرتوش الاجنبي وقت الثوره لا تسميوه انتم ثوره. دونك العباد التو تستنى في الحقيقه، الجرحى الامنيين التو يستناو في الحقيقه. دونك فما عديد الحقائق مش وقته تو باش نعاودوا نحكيو فيه، ثوره ام مؤامره او اجنده اجنبيه، هي باختصار شديد انتفاضه شعبيه في بعض المناطق على الفقر والتهميش الى اخره، ركبت عليها اجنده اجنبيه، صار اللي صار، اجنده الربيع العربي هذاك الكل نعرفوه معناها بمعيه من وبالتامر نتاع شكون من داخل تونس مع خارج تونس، هذا الكل معروف وحكينا فيه عديد المرات واعطينا الحجج واعطينا الطرح نتاعنا اللي هو كان كافي وشافي وضافي وبرشا ناس فهمت شنيا اللي صار في تونس. فقط نستناو في معناها المؤسسه السياديه الاولى في تونس اللي هي رئاسه الجمهوريه اللي وعدت انها تصارح الشعب وتكون صريحه مع هذا الشعب المغبون. دونك ماذا بينا اذا كان يقولوا لنا التقارير اللي خرجت هذيك التقارير الشرعيه والرسميه اللي قالت معناها فما اكثر من 80 رصاصه معناتها من اللي ماتوا في اكثر من 80 واحد برصاص اجنبي، فما اكثر من 80 رصاصه اجنبيه راح ضحيتها معناها مواطنين توانسه. قال شنو؟ قال السيستم والنظام ضربهم بالكرتوش، هو مش صحيح، ماهوش السيستم والنظام اللي ضربهم بالكرتوش، ماهوش موضوعنا. نرجع للخطاب نتاع البارح، ثورة هو قالها ثورة هو يؤمن بها بوتيتر، احنا انا شخصيا لا اؤمن انه فما ثورة صارت في البلاد، الا صار انتفاضة ركبت عليها اجندة اجنبية، جابوا الاخوانجية معناها من بريطانيا ومن المنافي نتاعهم حطوهم في الحكم، عملوا كل اجندة نتاع ربيع الخراب والدمار نتاعهم، وبالتالي هذه هي اللي يسموا فيهم ثورة ياسمين. دونك المفاهيم هذه متفاهمين فيها من قبل من 2011 مش من توا. الخطاب نتاع البارح حب يرجع كونه راهو انا بيدي ثوري، راهو اني بيتي هاني جيتكم لسيدي بوزيد مهد الثوره، راهو مش هذوكم ما تصدقوهمش الا يتكلموا يهزوا في شعارات الثوره في شارع حبيب بورقيبه ولا هما ضدي ويقولوا انقلاب ويقولوا كذا، هاني موجود، هاني ثوري ومحافظ على الخط الثوري. هذه الرسالة الأولى، ولا دبر عليه مش معناها اللي دبر عليها دبر هذيا ما كانش معناها حكيم في دبارته. خليني نقول مش ما نقولش حاجات أخرى. دونك لهنا شكلا الساعة الملامح نتاع الوجه نتاع سيد رئيس الجمهورية راهو تعطي أو ما نعرفش، فما ناس تعرف تفهم الفيزيونومي نتاع العبد وتفهم الميميك نتاع الوجه وتفهم كل شيء، تنجم تقول لكم راهو معناها مش معقول رئيس جمهوريه
يكشر على انيابه بالشكل هذاك، مش معقول رئيس جمهوريه يبحلق بالشكل هذاك، مش معقول رئيس جمهوريه معناها يكون يحكي نورمال ومن بعد يهيجك الهيجه هذيك. وشفتوا لي كابتشور ديكرام تاع تصاور، بون احنا راهو ليس بقدح لهنا، راهو فقط في اطار النقد وفي اطار التحليل نتاع المشهد هذاك بكله. خاطر كي نحكيو على تحليل نتاع خطاب، فما التوسكي فيزيك فيزيونوميك معناها نجمو نناقشوه، خاطر الخطاب راهو ماهوش كلام فقط، كيفية الكلام، كيفاش تنطق به الكلام هذاك، كيفاش تتوجه به للشعب، كيفاش تتوجه به للانترلوكيتور اللي قدامك، كيفاش تتوجه به للتوانسه اللي قاعدين يتفرجوا فيك ملايين في التلفزه يستناو في الخطاب هذاك باش يسمعوا القرارات الصارمه الجديده اللي ربما تتخذها وتفرح بها التوانسه وتقول راني هاو عينت رئيس حكومه وراه هاو باش نمشيو في الخط اللي قامت عليه 25 جويليا. الناس كلها قاعده تستنى ملايين في الاخر، الى بو معناتها الى بوكو دي بوغ معناها نو ريان دير، معناها بوغ ريان دير في الاخر، ما قال حتى شيء. دونك اللي فهمته فما زوج حاجات ايجابيه احنا باش نحلوا كما قلت راهو بكل موضوعيه وبكل حياد، فما زوج نقاط ايجابيه اللي هو شنو قال؟ قال باش نعملوا تنظيم مؤقت للسلطات العموميه وقانون انتخابي، هذوما زوج فقط اللي نعتبرهم نقاط ايجابيه، اما كان ينجم يعملهم البالي بريزيدونسيال، دونك مال شوازي معناها لو مومون اي لوندغوا معناها نتاع الخطاب هذاك مال شوازي على الاخر. ماناش نحكيو على 17 ديسمبر و14 جانفي ولا احنا في المناسبه هذيك، دونك نمشيو الغادي. دونك الحقيقه احباط كبير لملايين التوانسه، وهذا شفناه معناها في مش كان في التدوينات، معناها شفناه حتى في الشارع، تسمع في الشارع يقول لك شنو قال بربي فسر لنا، هكا يجيو يقولوا لي بربي فسر لنا شنو فهمت من خطاب السيد رئيس الجمهوريه، شنو فما جديد، شنو باش يعمل، شنو باش يصير في البلاد. دونك الناس ماهيش فاهمه راهو، حتى هي مسانده في قراره نفسها خاطر ماشي بها الاخوانجيه تنحاهم وهو نحاهم، ماهيش فاهمه شنو اللي قاعد يصير، ماهيش فاهمه الخطابات هذيا شنية، ماهيش فاهمه تحركات السيد رئيس الجمهوريه، ماهيش فاهمه عنده خطه وخارطه واضحه شنو باش يعمل ولا ما عندوش. توا قداش تعداو؟ توا احنا بيانتو لو 25 سبتمبر، معناها بيانتو شهرين على قرارات 25 جويليا. اي شنو صار فيهم الشهرين هذوما؟ هات نعطيو معناتها نطرحوا نقد موضوعي وبناء ونحاولوا نجاوبوا مع بعضنا، شو اللي صار فيهم؟ صار فيهم الاخوانجيه مسايبين، صار فيهم البرلمان مازال ما تحلش، مازال بين اخذ ورد، شنو اللي صار فيهم بالضبط؟ حتى الناس اللي قعدت في الاقامه الجبريه، هو نفسه السيد رئيس الجمهوريه في الخطاب قبل الاخير قال اقامه جبريه نتاع 60 كيلومتر مربع ويدور ويحوسوا تقوش على ماهيش اقامه جبريه، وقال من المفروض فما ناس يتم ايداعها بالسجن. هاي تتكلم توا، اي من المفروض وما تدحش شنو معناها؟ اذا كانوا من المفروض معناها القانون يخولك وصلاحياتك تخولك والشعب معاك، اي شبيهم ماهمش في معناتها لم يودعوا بالسجن. هنا نحبوا نفهموا احنا فقط نحبوا نفهموا شنو اللي صاير، علاش هالتاخر هذا او التاخير هذا، شنو فما. دونك من دور المسؤول ومن واجب المسؤول وخاصه اعلى هرم في السلطه انه يصارح الشعب التونسي. ما هو قال لنا الشعب يريد، الشعب اراد يوم 25 جويليا وخرج وساند وخرج وفرح وصفق للقرارات هذيك. اراد، تعرفوا شنو اراد الشعب؟ تفكروا نهار 25 جويليا شنو صار الشعب؟ اللي انا ما قررت مشى لوين؟ مشى الشعب وين؟ ادريسي الشعب يوم 25 جويليا ما مشاش للمقالات الاخوانجيه. دونك رساله نتاع الشعب واراده الشعب واضحه، وين سيد رئيس الجمهوريه؟ اي هنا شنو عملنا لاراده الشعب هذيك؟ خلينا نحكيو بموضوعيه من غير لسبان لحد شيء ومن غير كلام فارغ نتاع كلنا كلنا. دونك خلينا نبيسيرش كلنا، ما تعطينا شنو اللي صار، شنو اللي صار؟ ما صار حتى شيء. نبداو معناتها ما صار حتى شيء، حتى شيء ما صار، للكلهم سايبين هاكم يعملوا في اللوبينغ، الاخرين يمشيوا للسفارات، الاخر ماشي البرلمان اجنبي معناها يسب في رئيس الجمهوريه ويسب في نظام بلاد ويسب في كذا، الاخر معناتها يعمل في اللوبينغ مع ليزامريكان، الاخر يعمل في اللوبينغ مع ليزوروبيان، وكل حد يخدم في اللوبينغ نتاعو في الخارج ويخدم في الاجنده نتاعو في الخارج، مقابل انه هذوما يحبوا يرجعوا البرلمان اللي هو ما يلزموش يرجع داير البرلمان. احنا معاه راهو رئيس الجمهوريه في انه البرلمان ما يرجعش، احنا على الاخر مع افون مع رئيس الجمهوريه انه البرلمان ما يرجعش. المشهد هذاك والبرلمان هذاك الا الشيخ نتاعو رئيس معناها جماعه الاخوان في 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 تونس، معناها برلمان عار على تونس، ولا الاخر معناها يضرب في زميلته كيل بغل، معناها يسك في زميلته كيل بغل، وكل المشاهد هذيك وقلت الحياه وقلت التربيه. ما نحبوش نشوفوا البغال وما نحبوش نشوفوا الاشكال هذه في البرلمان، صحيح. دونك هنا احنا مع انه البرلمان يتنحى، اما هات تعطينا خارطه واضحه، اعطينا شنو بالضبط، اعطينا لا بروسيدور، لو بروسيسوس شنو اللي باش نمشيو فيه؟ هل انه المقر نتاع القرضاوي اقوى من الدوله اللي قاعد يدمغش ولا قاعد يعمل في بيانات رسميه يساند في طالبان ولا قاعد يعمل لنا في مشاكل دبلوماسيه ولا قاعد يقري في صغارنا في اهل الحل والعقد وفي نظام البيعه نتاع داعش؟ اي هذا الكل علاش احنا نشوفوا فيه مازال يمشي في تونس ومازال يخدم ولا باس ومازال يقري وينتدب ويعمل في دورات تكوينيه؟ هات خلينا نشوفوا، فسروا لنا.
مسافه، مش كون يقول لنا شيء اقوى من مخك. اي بربي مساج خلي مخي يقبل ويفهم، لا قالت لي ولا لا قال لي شيء اقوى من مخك، اقنعني. علاش مقر القرضاوي لتو مسكر مثلا؟ اعطيني اقنعني. هذه اتحاد عالمي، هذا مصنف ارهابي في جل دول العالم ومحظور ومسكر، والرئيس نتاعو افتى المؤسس والرئيس نتاعو افتى بهدر الدم في سوريا وفي ليبيا على المباشر صوتا وصوره، عديناه لكم تفرجتوا فيه. اي فاش يستنى رئيس الجمهوريه ولا الدوله التونسيه في انها تغلق الوكر هذاك نتاع تفريخ الارهاب؟ فاش يستناو؟ فاش نحبوا نفهموا فاش يستناو معناه؟ ما توا فما شكون كيف كيف يقول. علاش قلت لكم؟ قلت لكم راهو اللايف هذا موجه للناس الا تناقش، تعرف تناقش وتعرف تحاور وتعرف تحكي مع الناس. الاخر قال لك جلدكم، جلدت شكون؟ انت جلدكم انتوما راهو ماشيين للهاويه. قال لي جلدكم رئيس الجمهوريه البارح، انتوما اللي جلدكم راهو ماشيين للهاويه. تو تشوفوا جلطه ورا جلطه، من بعد استناوا شويه تو تشوفوا جلطات. اذا كان باش نوصلوا مازلنا مواصلين بالشكل هذايا وبالتباطؤ هذايا وبالنكد اللي قاعدين عايشين فيه توا، كل ما يجي بصيص امل للشعب التونسي يستنى هو سيد رئيس الجمهوريه باش يلقي خطاب فشئي. الناس كل تشد قدام التلفزه نستناو باش يقول لنا راهو هاو طبقنا القانون نتاع محكمة المحاسبات، مش حتى دائرة محكمة المحاسبات، قضاة عطاوك التقرير النهائي نتاعهم وقالوا لك راهي فما الحزب الفلاني حزب الاخوانجية وحزب قلب تونس، قالوا لك راهم مولوا حملاتهم بفلوس أجنبية، قالوا لك راهم خالفوا القوانين الانتخابية. والقانون يا سيد رئيس الجمهورية وانت أدرى يقول لك يمكن إسقاط القائمات نتاعهم. الناس هذوما إي هذا فاش نستناو التقرير حاضر، حكام باتوا فيه وعطاوك التقرير هذا قضاة. ايه انت هيك تنجم تطيحهم بالقانون معناها، علاه ما طيحتهمش لتوا؟ هذا سؤال اللي قعد يخامر الالاف ومئات الالاف من التوانسه. والله حتى الناس اللي يقولوا كلنا كلنا قيس، الكلهم بيدهم راهو بينهم بارواحهم يسالوا في الاسئله هذيا، علاش لتوا؟ اش فما؟ شنو اللي يخليه يوخر على انه يحاسبهم ويعاقبهم؟ اش فما؟ يا اخي ما فديناش التوانسه، ما فديتوش من سيحاسبون وسيحاسب، راه عنا عامين نسمعوا فيها من الانتخابات نتاع 2019 واحنا نسمعوا فيها سيحاسبون، نعلم ما يديرون، نعلم ما يفعلون. اي باهي الكلام هذايا، الخطب الرنانه باهيه، اما الم يحن بعد وقت الفعل؟ وقت الفعل الم يحن بعد توا في تونس؟ هل انه البلاد ما زالت تحتمل، والوضع الراهن السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس ما زال يحتمل الخطب الرنانه هذايا؟ ما زال يحتمل الحرابش هذايا معناها انه تاخذ حربوشه وكذا معناه بالنسبه بربي بالنسبه للناس اللي توا ما انت باش حتى لا نفهم على وجه الخطا، راهو من اكثر الناس اللي ساندت رئيس الجمهوريه في وسائل الاعلام الاجنبيه والمحليه هو العبد لله في التمشي نتاع 25 جويليه، وقعدت مانيش فاقد الامل والاخر لحظه نقول دورنا ان ندعو السيد رئيس الجمهوريه ونشد على ايديه انه يواصل في المسار نتاع 25 جويليه، انه يتماشى مع اراده الشعب، وقت اللي هما قاعدين يسبوا فيه توا الناس اللي ماهيش قاعده معناها اللي قاعده تتكلم توا بطريقه مشينه ومسيئه معناها اللي قاعدين الكلام اللي قاعدين يسمعوا فيه. راو احنا اكثر ناس دفعت عليه كونتر الاخوانجيه، باش نبداو واضحين لكل هالحلقات التلفزيه موجوده والحلقات الاذاعيه موجوده، هذا ما ينفيش ان ننقدوا الاداء، راو نقد الاداء معناها حاجه لازم تتقبلوها حاجه عاديه جدا، ماهوش انت اله او ربكم الاعلى باش منزه وما يلزمش ننقدوا وما يلزمش نتكلموا، دونك نحاولوا بربي نعاود. علاش نقول الكلام هذا؟ كنت نجم نطفي ونحقر التعليق هذيا ونقول معناها اللي يخرج يخرج اللي ما يخرجش نبلوكيوه وفي الامان وما نجاوبكمش، لا مصلحة التوانسة وتنوير التوانسة هو يبقى الهدف متاعنا الأول والأخير في هالبث المباشر اللي نقوم به وفي هالنقاط التنويرية اللي نقوم بها من الوقت للوقت. دونك نحاولوا إن بربي نحاولوا إن ما نتسرعوش ونحاولوا إن نخدموا مخاخنا ونتناقشوا. احنا تو ماناش نتعاركوا، احنا تو قاعدين نتحاولوا نتناقشوا. نقرا في تعليقاتكم براتيكمون الكل اللي يبداو قصار بخاطر ما نجمش يتعداو فيسع التعليق، اللي يبداو قصار الكل نقرا فيهم، تساؤلاتكم نقرا فيهم، هات خلينا نتناقشوا ونتحاوروا ما غير لا سبان لا ثلب لا شتم لا حد شيء. دونك احنا اللي ريناه كونه فما تباطؤ كبير برشا 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 على مستوى الاجراءات على ارض الواقع، بعد 25 جويليا ما فما حد شيء صار ضد الطبقه السياسيه اللي منذ 2011 نخرت اقتصاد تونس وفلسته وفلست الصناديق الاجتماعيه وخربت البلاد. يخرجوا علينا الخبراء توا او لامس او لمسي نسمع فيهم يقول لك الوظيفه العموميه يلزمنا انتدابات اما ما نجموش خاطر الميزانيه لا تحتمل. إيه لهنا علاش ما ترجعش انت الانتدابات نتاع العفو التشريعي العام والانتدابات العشوائيه اللي وقعت وقت الاخوانجيه وهك الاخبار اللي قريناهم وخرجوا الكلهم اللي فيهم قال لك 30,000 شهاده مزوره. اي علاش هنا واحد بشهاده مزوره يخدم في اي دومين كان معناها
في التربيه، في ما نعرفش، في التجهيز، في اي دومين كان، علاش هو يخدم وغيره ولا قرا وسهر وما رقدش الليل وهو يقرا ويحرث وبالكونكور نتاعو بشهيده ما يخدمش. اي لهنا هات راجع نحيلي نحيلي، راهو فما ناس حطوهم في العفو التشريعي العام، حطوهم اقحموهم على الادارات، فما ناس ما عندهمش بيروات، ما يجيوش الجمله ويخلصوا في شهري على المال العام وعلى الشهر الوظيفه العموميه. اي لهنا ما تقعش مراجعات للناس هذيا، خندخلوا خنحدوا من البطاله، خنحدوا من البطاله الناس اللي عندها شهاده وعندها نيفو يونيفرسيتير وعندها كذا، ايه هات خنحدوا من البطاله. هاي الملفات الحارقه اللي يحب عليها الشعب التونسي، هذه هي الملفات الحارقه اللي يحب عليها الشعب التونسي، ما يحبش على خطب رنانه ونقفوا غادي. اي من بعد الخطب رنانه مشينا لسيدي بوزيد، شنو جبنا لها سيدي بوزيد؟ على الفقر اللي تعيش فيه وعلى التهميش اللي تعيش فيه وعلى ذاك الكل، شنو جبنا لها سيدي بوزيد؟ جبت لها حاجه؟ فما انجاز؟ تو معناها انت في سيدي بوزيد رئيس جمهورية كل التونسيين سوبوزي، معناه انت تحكي لنا على فما شكون حاب يسرق التزكيات نتاعك؟ مالنا ومال التزكيات نتاعك اللي ترشحت بها للرئاسية نتاع 2019؟ معناه تو الشعب التونسي يستنى باش يعرف الا فما شكون حاب يسرق التزكيات نتاع السيد رئيس الجمهورية في 2019؟ تو بالله يا كلنا جاوبوني على النقطة ذي، اسكو هذه مهمة؟ معناها تو في الوقت الراهن وفي الوقت الحالي هي سيدي حابوا يسرقوا وما سرقوش وما زوروش، وانت توا رئيس الجمهوريه وفي ايدك السلطه الكل وفي ايدك السلطه القضائيه والسلطه، انت رئيس النيابه العموميه وانت معناتها رئيس القوات الحامله للسلاح كلها والمدني والعسكري والزي وغير الزي كل عندك انت. ايه باهي يا سيدي هيك توا رئيس جمهوريه، شيمنا فيهم؟ هاو حاولوا ينجموا، حاولوا يزوروا، حاولوا يسرقوا، ما نجموش يا سيدي، انت توا رئيس جمهوريه، هاو ربي عطاك ونسبه كبيره من الشعب عطاتك. ايه شنو عملت لنا انت الى حد اللحظه؟ شنو عملت لنا وقته باش نسمعوا احنا شكون اللي حاول يزور لك التزكيات نتاعك ولا حاول يسرق لك التزكيات نتاعك؟ دونك لهنا رجاء بربي نحاولوا كيما قلت معناها نحتكموا الى العقل شويه، معناها اللي قاعد يصير ما نعرفش لاحظتوا اني سي اون فويت معناها فيغ لافون سان اتر بريباري اللي صار في 25 جويليا، صحيح الشعب صفق وهذيك مطالب الشعب داير، ومن بعد فماش حتى بريباراسيون قبل، معناها ما فما حتى شيء، معناها تحس فما دي كونسيي دو باغي دوتر كل حد شنو يعطي، فما معناها حاجات اعتباطيه من وحي الساعه، مانيش عارف معناها ما نعرفش الخطب هذيا شنو بالضبط، شنو المغزى منها، شنو الهدف منها. تو هيك عرفت تو التوانسه الكل يستناو في الفعل، التوانسه الكل تو يستناو في الفعل. اي خليونا بربي لا قال لي اقوى كلامه اقوى من مخك، ما تفهموش ما تنجمش تفهموا، فهمونا انت كان تعمل مزياش بني كي نقول لكم فهموني تسكتوا الناس الكل تبلموا، هات فهموني كي هو اقوى من مخي فهموني وكهو مش مشكل، انا قاعدين نفهم ونتحاور، راني عندي رحابه صدر كبيره نسمعك ونتناقش معك، فهمني شنو الكلام الكبير على مخي الا ما نجمتش نفهمه، ولا انت تبارك الله عليك معناها مخك كبير برشا واسع برشا ينجم يفهمه. هات تعطينا شكون استنينا باش نعرفوا نسمعوا فما سيد رئيس حكومه جديد تعين، استنينا باش نسمعوا هاو باش نمشيو للتحويرات في سافيسا، هاو باش نمشيو للاصلاحات الاداريه، هاو باش نمشيو للاصلاحات الاقتصاديه، هاو باش نعملوا موديل معناها نموذج اقتصادي جديد، هاو باش نقترحوا كذا، هاو باش نمشيو للاستفتاء كذا، هاو باش نعملوا كذا. اي داكور دوباهي كي تقول لي تنظيم مؤقت للسلطات العموميه هذا مطلب شعبي وهذا مطلب معناها الناس اللي فاهمه بالحق عندك حق، يلزمنا نمشيو لتنظيم مؤقت للسلطات العموميه، اما هات تعطينا هالتنظيم هذايا لشنو يدعو بالضبط؟ شنو هي الضوابط نتاعو؟ شنو هي القواعد نتاعو؟ نستناو، يعطيك الصحه انا كيف نقول هاني قلت فما زوز نقاط ايجابيه من الخطاب نتاع الرئيس، هاني قلتهم داير معناها النقاط الايجابيه هذوما، اي خلينا نتناقشوا مش مشكل، معناها نقاش باهي راهو، حاجه باهيه وحاجه خايبه، نقاش باهي مش مشكل، ننقدوا نتكلموا نثمنوا كل شيء من غير سبان ومن غير عن وكلنا وكلنا وانت بيك وانت عليك من غير هذاك الكل. حاجه اخرى شكلا يا اخي ما نعرفش يعني معناها التلفزه الوطنيه اللي تخلص من مال الشعب التونسي ومن المال العام في تونس ومن شهاري الوظيفه العموميه ومن شهاري نتاع التوانسه واقتطاع مباشر من اللي سالير نتاعهم، ما عندهاش تجهيزات كافيه انها تعمل تعدي تمر الخطاب نتاع رئيس دوله، ها خطاب رئيس دوله راهو تمره من غير بان تكنيك. اي لهنا ما انت يقولوا لي فما بوتيتر ماتريال سمعتها الصباح هذيا لما حاله في شمسة فيها مفضيحه، يقولوا فما الماتريال معناها عرفنا شراهولنا ب 4 ملايين اوركو هو سومو 70 مليون خذاهولنا شنو؟ تي شنو هالفضايح هذيا ما تفتحش تحقيقات فيها، راهو اعلام عمومي، راهي التلفزه الوطنيه، راهي من حق ملك التوانسه هذيك، راهو مش كيما التلفزه الخاصه، راهو ما نجيش نقول قناه 9 ملك التوانسه ولا قناه الحوار ملك التوانسه ولا قناه تونسنا ملك التوانسه، هذه راهي ملك التوانسه الكل، راهي القناة الوطنية الأولى والثانية والإذاعة الوطنية ملك التوانسة الكل، إذا كان خطاب رئيس جمهورية يتعدى بالشكل هذاك
وبالكوارث اللي تعديتها هذيك بالبان تكنيك هذيك، ايه لهنا هما يقولوا فما شكون يقول ما تمتش دعوتهم، معناها فوجئ ايه وما تمتش دعوتهم، ايه لهنا راهو فما ان ديفو دو كوميونيكاسيون كبير برشا، راهو فما ان ديفو دو كوميونيكاسيون كبير، يا اما ما تمتش دعوتهم وسي غراف، يا اما تمت دعوتهم وحضروا مخر والا ما انستالوش رواحهم سي بلو غراف. اي خلينا نفهموا من هنا، خلينا نحاولوا نتناقشوا ونتفاعلوا ونعرفوا شنو الحقيقه وشنو السبب. فما كومنتير مانيش مش باش نجاوب عليه توا، لاني نحترم الشخص ولو انه هبط المستوى، مش هو يحكي على موضوع قديم تكلمت فيه ورأي شخصي، معناها هو يخدم في اجنده معينه ويخدم في سياده من غادي لما جاو حتى شيء، دونك هو حر. فهمتني، مش باش نجاوبك استاذ، استاذ يعني قلت شنو هي المهنه نتاعو. دونك الشعب التونسي خلينا نرجع، يستنى فاش يستنى الشعب، يستنى باش يعرف شكون قتل شكري بالعيد، يستنى باش يعرف شكون قتل محمد البراهمي قبل ما نتعداو للانتخابات الجديده، قبل ما نعملوا القانون الانتخابي الجديد، قبل هذا الكل عندك دوسيات نتاع الجهاز السري نتاع تسفير شباب البؤر التوتر، هذايا الكل الشعب التونسي يستنى فيه توا، هذا الكل الشعب التونسي يستنى فيه توا. اي هات خلينا نعرفوا هذايا، معناتها شنو مصيره الشيء هذا؟ شنو مصيره الشيء هذا؟ شنو الحقيقة نتاعو؟ خلينا نفهموا معناها، وشنو الناس كلها ممنوعة من السفر ورجال الأعمال؟ وشنو هالتشجيش على الرجال؟ حكيت فيه الموضوع قبل، شنو هالتشجيش على رجال الأعمال؟ يا أخي صوابع يديك مش كيف كيف راهو، رجال الأعمال فما الفاسدين وفما الصالحين وفما الطالحين وفما المريقلين وفما المخالفين للقانون، راهو كيما القطاعات الكل، قطاع رجال الأعمال راهو فما رجال أعمال وطنيين. راهو فما رجال اعمال قاعدين يخدموا في يد عامله وقاعدين واقفين لبلادهم ويصبوا على خدامتهم، راهو فما رجال اعمال عندهم معناها من الرصانه ومن الحكمه وعندهم من الوطنيه انهم ما خلاهمش يهاجروا وقت لا صارت الكوارث في تونس، ما خلتهمش يبيعوا معاملهم ويبيعوا اعمالهم ويبيعوا معناها اللي قدامهم ولا وراهم ويخرجوا لبرا كيما برشا ناس. راهو لهنا بالحق معناها، وهذا مال الشعب، نجيشوا على رجال الاعمال ونقولوا هذا مال الشعب ومال التوانسه ومال كذا، اي معناها من بعد ومش يوصل هذا كله. احنا اوليو معناها دو كري ان اسبوار، معناها نعملوا شويه معناها نفسل رجال الاعمال باش النظاف بطبيعه ولا ما عندهم حتى شيء باش يستثمروا وباش يعملوا دي بوست دومبلوا وباش يخدموا الناس وباش يحدوا من البطاله وباش يسبوا على الناس وباش يحييوا شويه بالتالي صناديق الاجتماعيه وكل شيء مربوط ببعضه. دونك لهنا هات نحاسبوا الفاسدين، حتى حد ما ضد محاسبه الفاسدين راه في اي قطاع، في السياسة، في الإعلام، في أي قطاع، في رجال الأعمال، إيه هات خلينا نحاسبوهم الفاسدين، إحنا نستناو باش نحاسبوا الفاسدين، يا ريت نعرفوهم، ما قلت لنا يا سيد رئيس الجمهورية نعرفوهم، وعندنا ملفاتهم وتو نخرجوا لك وقتاش؟ عندنا عامين الكلام هذا نسمعوا فيه، هات أعطينا الروس الكبيرة نتاع التهريب، نتاع العملة، نتاع المخدرات، نتاع التحريق، إلا شبابنا شاطروا ياكل فيه الحوت في البحورات، هذا الكل، هذوما الروس الكبيرة راهو، هذوما اللي يلزم بالحق يتحاسبوا، هذوما اللي يلزم بالحق تخرج سيد رئيس الجمهورية كل مرة في بقعة، مرة في سيدي بوزيد، مرة في قصرين، مرة في سوسة، مرة في تونس، مرة في صفاقس، وهاو شنو عملنا، وهاو شنو شدينا وشنو طيحنا وشنو كذا وشنو كذا، وكيفاش تصرفنا ورجع هيبة الدولة ورجع ثقة المواطن التونسي في مؤسسات الدولة نتاعو اللي انتهكت من 2011، هذا اللي نستناو فيه، هذا راهو نعاود نقول لكم راهو ماهوش سبان راهو، هذا راهو ماهوش تهجم على رئيس الجمهورية، هذا اسمه خطاب عقلاني، هذا اسمه نقاش حر بناء، ما فيه حتى قلق، لا فيه سبان، لا فيه تعدي، لا فيه هاتك أعراض، لا فيه هاتك شرف، لا حتى شيء، دونك هات خلينا الكل ملف التاب، ملف التاب سلمت فيه، ليه ما سلمتش فيه ملف التاف؟ يقول لي اكثر انسان حكي على ملف التاف وشريك التاف للاستعمار التركي هو العبد لله، وقت اللي انتم استحقتوني وما لقيتوش وسائل الاعلام لقيتوني اني وحدي، راهو نذكركم معناها ربما اللي كتب التعليق معناه جديد، ربما ما تبعش شنو اللي عملته اني في ملف التاف سواء في الاذاعه او في ذات المستير او في ذات الرباط او في النقاط التنويريه اللي نقوم بهم او في برنامجي سون ليميت، دونك ما نزيدوش على بعضنا رجاء، ملف التاف تعطوني شنو فما جديد نحكي فيه ملف التاف، شنو عندكم شنو هي مطالبكم احكي معايا حتى حد. بعد الحلقه الاخرى اللي عملتها على التاف ما حكى معايا حتى حد، دونك خطاونا من الشعبويه المقيته هذيا، دونك نمشي وشنو اخر شنو قال هو. بون انا قاعد باهت اكثر حاجه في لي كونسيي، اسكو لي كونسيي هما اللي قاعدين يدبروا على السيد رئيس الجمهوريه والا كله من وحي الساعه وكله اعتباطيه وكله معناها مانيش فاهمين بالحق، مانيش فاهمين رجاء معناها بربي شويه عقلانيه في الخطاب، حتى في كيما قلت معناها الكومونيكاسيون، حتى الكومونيكاسيون فيزيك ومعناها فيزيونوميك هذيا نتاع السيد رئيس الجمهوريه لازم تكون متزنه، ما يلزمش التكشير هذاك والتبحليق هذاك كله راهو ايفيتي، معناها راك رئيس كل التونسيين والخطاب نتاعك يتسمع في تونس ويتسمع خارج تونس، راه ما يتسمعش كان في تونس، ف
فما الناس تتفرج علينا لبرا كيف يشوفوا كل الكابتور هذوكم وكل التكشير هذاك وكل الغل هذاك وكل شيء في اللي تريد فيزاج معناها نتاع سيد رئيس الجمهوريه، راهو بالحق لهنا مشكله، بالحق مشكله. الناس يقول لك سي كوا سا، معناها الاجانب يقول لك شنو هذا شنو هذا، فهمتني؟ دونك احنا معاك سيد رئيس الجمهوريه في حل البرلمان، فازي احنا معاك في حل البرلمان، مطلب شعبي ومطلب مطلب نتاع الساتره الكل ونتاع البرجيبيين الكل، فازي حل البرلمان. لا ما انت لا سبيل اليه باش نشوفوا كما قلت من بكري برلمان يترأسه شيخ الاخوان شيخ الجماعه ذيك في تونس، ولا مجال اليه باش نشوفوا بغل يسك في زميلته بساقه، معناها كيل بغل حشاكم ذكر كيل بغل يسك في زميلته بساقه، معناها ولا زول واحد البرلمان. اي احنا نحبوا نحلوا حل البرلمان وبدل القانون الانتخابي، وتحب ترجع توا الناس تحكي على حوار كبير على نقاش كبير على الدستور، هل انه يلغى الدستور؟ ما قلنا لكم سيد رئيس الجمهوريه الدستور نتاع 59 راهو دستور مكتمل نقح فيه ثلاثة ولا أربعة نقاط المتعلقة بالديمقراطية ولا متعلقة بالحرية والتعددية السياسية إلى آخره، أتطلقاه كامل وشامل دستور 59. أنت بيدك سيد رئيس الجمهورية كنت تقري فيه دستور 59، قريته وطلعت على دستور متاع 2014 وشفت الشيء هذا. دونك لهنا سيد رئيس الجمهورية مقترح بسيط، ما أنت من مواطن بسيط تنجم تنقح الثلاثة ولا أربعة فصول متعلقة بالديمقراطية وبالتعددية وكذا في دستور 59 ونرجعوا نرجعوا نخدموا بدستور 59. داير احنا راهو احنا خلافنا، شوف ريت حتى كيف نحكي هكا بربي للناس، خاطر فما ناس قالت لي شبيك وليد تشكر في رئيس الجمهوريه، فما ناس تقول لي كلنا قيس ويزي وكذا ويا بيك يا عليك. دونك انا مانيش احنا اوني با سونسي نرضيو الناس الكل، كونتونتي تو الموند، راهي هذيك ارضاء الناس الكل غايه لا تدرك. احنا قاعدين نقولوا هذا باهي وباهي علاش؟ من منطلقنا احنا، من رؤيتنا احنا، من فكرنا احنا، وهذا خايب خايب علاش؟ من فكرنا احنا ومن منطلقنا احنا ومن نظرنا من وجهه نظرنا احنا. دونك مانيش مطالبين باش نرضيو الناس الكل، فقط احنا مطالبين باش نلتزموا الاحترام بينات بعضنا، اللي يعلق يعلق باحترام من غير ما يخرج على الاطر معناها الاخلاقيه، ولا باش يتكلم كيف كيفاني نتكلم. عمركم ما سمعتوني نسب ولا عمركم ما سمعتوني نشتم في عبد ولا نذم في عبد. دونك لهنا حل البرلمان اوكي، انتخابات مبكره اوكي، الدستور كما قلت لكم مقترح فازي دستور 59. وداير لاحظنا سيد رئيس الجمهوريه ولو انه خلافنا مبدئي معاه، انا شخصيا كدستوري وكبرجيبي سيد رئيس الجمهوريه لا يحب الفكر الدستوري ولا يحب الفكر البرجيبي، معناها لا يحب التمشي الدستوري والنظام الدستوري بصفه عامه، الحكم البلاد ولبناء البلاد معناها بمعيه الاتحاد العام التونسي للشغل منذ سنوات الاستقلال وقبل الاستقلال، هذا الكل ما يمنش به سيد رئيس الجمهوريه وما يحبوش وما يحبش الفكر البرجيبي، الا انه توا الهدف نتاعنا مشترك، الهدف نتاعنا هو تخليص تونس من اخطبوط الاخوان، تخليص تونس من السرطان السياسي اللي جاها بعد 2011، هات نخلصوا تونس من هالهم هذايا الكل ومن بعد يجي نحكي ونفضوا مشاكلنا. اذا كان الغايه مشتركه نتاعنا والهدف مشترك، دونك حتى في خطاباتنا نكونوا رجاء عقلانيين، وحتى كي ننقدوا كيما توا نحكي يعني معناها باحترام. دونك هات اعطينا نخلصوا تونس. ولاحظت الحقيقه البريود الاخرى سيد رئيس الجمهوريه بطريقه ربما ما عندوش خبره سياسيه قبل، معناها ما كانش عنده تجربه سياسيه وما كانش عنده خبره سياسيه، دونك ظهر الحقيقه للناس اللي تفهم وتعرف تقرا، ظهر عدائه لمنظومه الزعيم بورقيبه ولدوله الاستقلال، معناها كي نقول دوله الاستقلال للنظام اللي كان وقت دوله الاستقلال، نظام الحكم اللي كان وقت دوله الاستقلال ودستور 59. اما البريود الاخرى كي شفناه في الواحد نتاعو شد جريده العمل معناها ويستشهد باقوال الزعيم ويوري فينا هكا، اي هذه خطوه ايجابيه نثمنوها. هاك عندك دستور 59 اللي عامله زعيم مع ثلة من رجالات الدولة الوطنية، وفازي نبدلوا القانون الانتخابي، نباركوه تبديل تغيير القانون الانتخابي. اما هي تعطينا شكون لسيد رئيس الجمهورية باش يوضع القانون الانتخابي جديد وكيفاش باش يتوضع وشنو هي الضوابط نتاعو؟ احنا معاك راهو المطالب هذه مشتركة، راهي رانا نشتركوا فيها ونستناو فيها وطالبنا بها وناظرنا على خاطرها سنين. راهو إذا كان هذا صار في 25 جويليا في يوم وليلة كما تقول وردة الله يرحمها، معناها احنا هذا راهو ناظلنا عليه سنين من 2011 واحنا ناظلوا على الشيء هذايا، من 2014 وقت اللي عملوا هكا الدستور لما يجي شيء هذاك واحنا ناظلوا باش نبدلوا الدستور هذاك اللي كلف ميزانية الدولة مليارات. الدستور هذاك كتابة الدستور هذاك راهو تكلف عليكم يا توانسة مليارات، آلاف المليارات باش عملوا لكم هكا الورقة هذيك اللي هاكم شفتوا لي فايل اللي فيها والألغام اللي فيها الدستور هذاك، وهو بيدو سيد رئيس الجمهورية مؤخرا أقر كونه الدستور هذاك ما يجي حد شيء ومفصل على مقاس الإخوانجية. اي هات هو عنا دستور حاضر نتاع 59 من غير ما نقعدوا نضيعوا في الوقت، نقحوا كثلاثه ولا اربعه فصول ومن بعد معناتها نمشيو بالدستور هذاك اللي هو تطرق لكل شيء وتعرض لكل شيء. دونك لهنا بربي شنو فما كومنتير، والله يهربوا برشا لي كومنتير فنرجع لهم من بعد.
باهي نبدلوا النظام السياسي ونركزوا معناها السلطه في مكان واحد. هذا يزدك كيف كيف مطلب نتاع مئات الالاف من التوانسه. اي لهنا معناها صحيح احنا توا ضد النظام البرلماني، هو اللي وصلنا لهالهم هذايا كله، وهو اللي وصلنا للحاله هذيا توا المزريه اللي تعيش فيها البلاد. متعلق بالقانون الانتخابي، عطينا ساعات هات نحكيو على القانون الانتخابي. القانون الانتخابي علاش الشعب التونسي يحب يبدله؟ على خاطر القانون الانتخابي الاعرج اللي صاغوه الاخوانجيه هو اللي مخليهم لليوم جاثمين على التوانسه، جاثمين على قلوبنا. علاش؟ لانه خدموا على تشتيت الاصوات، خدموا على كثره الاحزاب، خدموا على انهم ماكم تعرفوا الاخوانجيه كل حزب يدخلوا معاه في توافق والا حتى في حوار صغير يفتقوه من بعضه. نداء تونس دقدقوه، قلب تونس دقدقوه، معناه اي حزب او اي هيكل يقربهم يدقدقوه. شو يصير بالتالي في المرحله الانتخابيه اللي بعدها؟ يصير انه هما يقعدوا كتله واحده ولحمه واحده، بيان كو هما انه ديباس با لي 15% وقت اللي كانوا في الجبروت نتاعهم وقوتهم. كي تحسب معناها حسابيا معناه هما 15% من الشعب التونسي، معناه 15% يحكموا في 85% حسابيا. علاش؟ على خاطر نظام الفواضل، على خاطر تشتيت الاصوات، على خاطر معناها راهو هذا كله مرتبط ببعضه. دونك احنا كيف نغيروا القانون الانتخابي وش باش يطلع لنا؟ باش يطلع لنا كان الاحزاب اللي عندها وزن على الساحه، اللي عندها هياكل، مش الحزب يطلع لي نايب بركه ويتكلم وراي ونهار تمشي في بلاتوات وكذا وكذا. إيه حريه التعبير هذيك، حريه الراي. حتى ما عندكش نائب في البرلمان كحزب سياسي او كتنظيم او كجمعيه او كمجتمع مدني، من حقك انك تتكلم وتوصل صوتك. اما باش يجيو يركبوا علينا احزاب بنائب في البرلمان ولا بزوز نواب بالفواضل في البرلمان، فهذا نتيجه القانون الانتخابي الاعرج اللي يلزمه يتبدل، اللي المفصل على مقاس الاخوانجيه. هم علاش كالبين ما يحبوش يبدلوا القانون الانتخابي؟ على خاطر القانون الانتخابي كي باش يتبدل في مضرتهم هما. ما عادش باش تشوفوا النظام نتاع الفواضل هذاك، وما عادش باش تشوفوا برشا حاجات الا طلعوا منها فقاعات نتاعهم. هو الحزب الاخر عنده 4 مقاعد واسلامي نتاعهم هما ونشق عليهم. هو الحزب الاخر طلع بالفواضل كيما كتلة ائتلاف التكفير براتيكمون كلها فواضل، يذول عندهم مقعد بركه من غير فواضل من هيك 20 مقعد. اي دونك هذاك علاش هما الاخوانجيه مازالوا في موقع قوه. نبدلوا القانون الانتخابي، نبدلوا نظام الحكم، نرجعوه رئاسي معدل، وهذا مطلب نتاع السيد رئيس الجمهوريه على فكره. دونك هنا قلت شكون يقول لي حتى انت قصوا عليك اللايف، والله في بالي قاعد نقرا في تعليقاتكم ويمشي اللايف. اذا كان فما اي قصان ولا حاجه تنعاودوه الفيديو مش مشكل، ننزلوه لكم حتى في شكل فيديو مش بث مباشر. دونك هذا هو شنو حابين نقولوا، وهذا شنو هذا التعليق نتاعنا تقريبا. سيد رئيس الجمهوريه نستناو خطابك القادم يكون تصريح على انجازات، تصريح على فعل تم القيام به من طرف مؤسسة رئاسة الجمهورية أو بأمر من رئاسة الجمهورية، فعل على الميدان. نحاسبوا الفاسدين حتى حد ما يختلف معك، نحاسبوا المجرمين حتى حد ما يختلف معك، نحاسبوا إلا أجرموا في حق البلاد هذه. بالعكس عندك مطلب شعبي وإجماع من الشعب التونسي الكل إنك تحاسبنا. أعطينا شكون اللي قتل شكري بالعيد؟ شكون اللي قتل محمد الإبراهيمي؟ المجلد اللي في قصر الرئاسة تو مازال موجود عندك وخلاه الباجي قايد سبسي الله يرحمه اللي يحكي على الجهاز السري. أعطينا شنو حقيقة الجهاز السري؟ هات أعطينا هذا كله. بشير العكرمي شبيه ما صار له شيء لتوا. بشير العكرمي تم تنحيته من المركز نتاعو خاطر تستر على 6230 ملف ارهاب تقريبا، ولا 6280 حاجه كي هكا. هذا بالتقرير نتاع قوذات راهو وشفتوه الناس الكل ظهر لي. ايه ما يتحسبش على التستر على الجرائم هذيك كلها؟ فقط نحيناه من مهنته ونحيناه من خدمته اكهو، معناه ما عادش فيدو حد شيء السيد هذا توا. يا لا ما يتحسبش. نحبوا تعرفوا وقت ترجع السيد رئيس الجمهوريه الثقه للتوانسة في مؤسساتها السيادية. تعرف سيد رئيس الجمهورية العدد نتاع الحراقة نتاع اللي قاعدين يحرقوا شبابنا اللي قاعد يحرق توا في الآونة الأخيرة قداش؟ عندكم فكرة؟ لأنه الناس فدت، الناس ملت، الناس أيست، وصلت لمرحلة كبيرة ومتقدمة من اليأس، لأنه حاسين إلا بلادهم راكدة غادي ستاجناسيون توتال. من وقتها ما فما حتى شيء، من 25 جويلية ما فما حتى شيء، فما ناس رجعت لها الروح، رجعت لها الروح بعد 25 جويلية. التو لحد اللحظة هذه يستناو شنو فما، لحد اللحظة هذه نستناو شنو صار بعد 25 جويلية. تحل البرلمان ولا مازال؟ شنية الآلية باش نمشيو لانتخابات مبكرة ولا لا؟ باش نحاسبوا المجرمين ولا لا؟ باش نحاسبوا كلا ضرب امراه في البرلمان وخلينا فضيحه في العالم الكل ولا لا؟ باش نحاسبوا الرؤوس الكبيره في المؤسسات السياديه اللي لم تحرك ساكنا وقت لا ترى الجرائم هذه ولا لا؟ باش نسكروا وكر القرضاوي ولا لا لتفريخ الارهاب؟ باش نمشيو للبنك المركزي ولجنه التحاليل المركزيه ونشوفوا لجنه التحاليل الماليه عفوا، وناخذوا اكستريم تاع الفلوس اللي دخلت لتونس من 2011 ولوين دخلت وين تصبت ولا لا؟ وكيفاش تم صرفها بالتدقيق ولا لا؟
باش نسكروا الجمعيات تحت مغطى خيري والى ادانها القضاء التونسي، انها امبليكي معناها في 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 تمويلات وفي وفي فلوس وفي شيء كبير، هذيك الكل شفناه، هذيك باش تحاسب رؤسائها ولا الفرير الدايمي مازالوا يدوروا اللي عملوا الجمعيات هذيا؟ ايه خل نفهموا، خل نفهم، مازالوا يتكلموا يقلبوا علي، يقلبوا عليك في الراي العام. باش سكرناش قناه الزيتونه اللي قاعده تقلب عليك انت يا سيد رئيس الجمهوريه قبل التوانسه وقبل الشعب التونسي، قاعده تقلب عليك في الراي العام وقاعده تحرض عليك بطريقه مباشره، وعديت لك في اللايف الاخر شنو اللي قال عليك المذيع هذاك سيء الذكر، وشنو قال الا جابوا سيف كوازي هذاك اللي يتكلم عليك بعد ما سيبوه وعملوا له بلانشيمون. اي لهنا اسكو سيد رئيس الجمهوريه باقي وقت باش نقعدوا؟ مازال عندنا الوقت يسمح باش نقعدوا نتفرجوا على هذا الكل واحنا ساكتين وما نعملوا حتى رده فعل؟ خنشوفوا شنو اللي باش يصير، شنو ها تعطينا حاجه ملموسه، خلي ترجع فينا الروح. كان تعطينا حاجه ملموسه كنت ال 91% اللي جبتهم تقول لك 101.1% جارانتي يا سيدي الشعب التونسي الكل كل كل يمشي معاك. ايه خنشوفوا حط ايدك مع الناس اللي تشترك معاك في نفس الاهداف حاليا، هات نمنعوا بلادنا من الناس من المجرمين اللي كنت تحكينا عليهم البارح ومن الفاسدين اللي كنت تحكي لنا عليهم البارح، هات نحطوا ايدينا في ايدين بعضنا ناس كل، حط ايدك مع الاتحاد العام التونسي للشغل، حط ايدك مع الحزب الدستوري الحر اللي هما يشتركوا في نفس الاهداف، ولا الحزب الدستوري الحر تحب ولا تكره يا سيد رئيس الجمهوريه، تحب ولا تكره انت والسياسيين الكل، هو السبب في اللي صار في 25 جويليا، هو السبب المباشر اللي صار في 25 جويليا، هو اللي عبى قلوب التوانسه على الاخوانجيه، هو اللي فضحهم وفضح ممارساتهم القذره في البرلمان وقت اللي تتم التغطيه والتعتيم، وقت اللي يتم هذاك الكل باش يعديوا اللي حاشتهم بيه، باش يمشيوا للي حاشتهم ليه، ايه وباش يعديوا الاجنده نتاع اصدقائهم والتنظيمات اللي مخدمتهم وتوكل فيهم في العيش وتصب لهم في الفلوس بالهبل من الخارج. ايه لهنا هات حط ايدك معاهم الناس هذوما، راهي الناس هذيا حالت ايديها ليك. راو ما تسمعش كلام اللي كان عندك دي كونسيي يقولوا لك راهو معادينك والحزب الدستوري الحر ضدك والاتحاد، راهو مش صحيح، نجمو نكونوا ضد بعضنا، اما على خاطر بلادنا ومصلحه بلادنا وتخليص بلادنا من الخطر، راهو نجمو نحطوا ايدينا في دين بعضنا، راهو نجمو نحطوا ايدينا في دين بعضنا ومن بعد نتعاركوا في بعضنا، نتلطخوا في بعضنا، مدنيين في مدنيين مش مشكل، ما عناش اخوانجيه، ما عناش لي زيسلاميست المسكرين اللي يحب يبدلوا نموذج نتاع الحكم والنموذج نتاع الفكر والنمط العيش نتاع نمط العيش نتاع التونسي. هاتنا نشتركوا في مادامنا نشتركوا في الثوابت، هات نحيوهم، نحيو هالاخطبوط هذايا، نطيحوا من رواحنا شويه، ميسالش راك رئيس كل التونسيين، راك كيف نشوف معناها الاساليب الحقيقه معناها المخزيه اللي يتم التعامل بها مع أنشطة الحزب الدستوري الحر اللي هو حزب مرخص واللي هو حاليا الحزب الأول في البلاد من حيث عدد الناخبين ومن حيث معناها لي سونداج دوبينيون اللي هما حطوك سيد رئيس الجمهورية الأول في الرئاسية. إيه أنت الحزب هذايا اللي هو مهيكل ولا يخدم تبقى القانون ولا يعطي فيك في في في, في, في الإعلامات وأنه يطلب ترخيص ويطلب رخصة من السلطة الجهوية ومن السلطة المحلية باش يقيم اجتماعه ويقول لك راني ما ندخل كان الفاكسيني ويقول إيه شنو مشكلتك أنت معاه؟ انت كدوله شنو مشكلتك معاه؟ ماك تحب تعطي صوره لانت ديمقراطي وماهوش استبداد وماهوش كذا؟ ايه هات ظهر حسن النيه، خلي الناس تخدم على رواحها، اذا كان يا سيدي اذا كان غلطوا طبق عليهم القانون، اكثرش من هكا، ما هو غلطوا وما ما مثلا ما احترموش البروتوكولات الصحيه، خلي يخدم على روحه وطبق عليه القانون. اش معناها تمنعوه؟ اش معناها تمنع حزب من انه يقيم نشاط ولا يعمل اجتماع بالقانون وتبقى القانون؟ اش معناها؟ راهو الكلام اللي قاعدين يقولوا فيه راهو مش صحيح، راهو عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر خرجت 26 جويليا وقتلوا رحنا مع إرادة الشعب وأحنا معاك في الطريق هذا، برا أرجعوا لللايفات، أرجعوا للبيانات الرسمية، وعطاته واقترحت عليه نقاط في شكل خريطة الطريق، هو شنو يلزم يصير، شوف منهم، وكان استحقيتنا أحنا موجودين، وإمضاءاتنا هي تحت راسك. تحب تحل البرلمان هو عندك 16 امضاء نتاع النواب نتاعنا، ما اكثرش من هكا ظاهر لي نتاع اليدين المحلوله من اجل تونس، معناه خلافات كلها جانبا وهنا من اجل تونس، هنا معاك، هاي امضاءاتنا، هاي كذا، اي شنو نحبوا اكثر من هكا؟ شنو نحبوا اكثر من هكا؟ هاو عندنا معناه تجاوب من الناس اللي قاعده تشاركنا في الهدف على الاقل توا، مش في المرجعيه. اي هيك هاو هنتفضلوا ناس كل نحطوا ايدينا في دين بعضنا، نرتحوا بلادنا من الخوانجيه، نجتثوا هالفكر الاخواني من جذوره، نحاسبوا الفاسدين، نحاسبوا اللي خلاو تونس في 2000 من 2011 لليوم، هات نحاسبوهم الكلهم، هات نحاسبوا اللي يتموا صغارنا وبعثوا شبابنا يقتلوا في سوريا ويحبوا يرجعوهم لنا، هات نحاسبوا اللي اخترقوا المؤسسات السياديه، هات نحاسبوا اللي عزل القضاة الشرفاء باش حتى جمعته،
هات نحاسبوا الناس هذية، هات نحاسبوا الناس اللي اخترقت الدولة من الداخل، اخترقتها مش نظام موازي، كان عندها أنظمة موازية تو اخترقت الدولة أصلا في وقت ما وقت اللي كانت تحكم. هات نحاسبوا اللي خلينا قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وعمل لنا مشاكل مع دول الجوار وعمل لنا مشاكل دبلوماسية كبيرة في الخارج. ولا تونس راهي يا سيد رئيس الجمهورية راهي مصنفة تونس كأكبر مصدر للإرهاب في العالم لسوريا، راهو راهي تقارير رسمية. تونس ولات بلد نتاع تهرب ضريبي وبلد نتاع تبييض للأموال وتبييض الإرهاب، راهي هذه تقارير رسمية من الاتحاد الأوروبي وغيره، هذه تصنيفات رسمية خلتنا في الحديث. إيه هات نحاسبوا شكون المتسبب فيها، هات نحاسبوا شكون اللي دخلنا صندوق النقد الدولي ورهننا للخارج في 2012، هذو من نحبوا نحاسبوهم. هات نحاسبوهم مع بعضنا ومن بعد تناقشوا في انت مسارك شنو وفكرك شنو واني في مساري شنو وفكري شنو، ونلتقيوا في نقاط ونختلفوا في نقاط، المهم تقعد تونس شامخه وترجع دره بين الامم وترجع تونس لاحضان التوانسه اللي فقدوها واستفقدوها مده 10 سنين. يظهر لي ما فماش كلام اكثر عقلانيه من الكلام اللي كنت نقول فيه، وما فماش كلام اكثر كالم من الكلام اللي كنت نقول فيه. دونك لهنا هات الاجرم خليه يتحاسب، هات نحسب نحاسبوا رواحنا مش مشكل، الا اجرم يتحاسب في اي مجال كان، وهات نبنيو بلادنا ونتقدموا بها ونمشيو للبرامج الاقتصاديه الجديده ونمشيو نحلوا مشاكلنا نتاع البطاله ونحاولوا كيفاش نجيبوا استثمارات، معناها نشرهوا الاجنبي في انه يجي يستثمر في بلادنا، مش الاجنبي يقعد يتفرج معناها في خطاب كيما هكاك وفي ديتريت فيزاج كيما هكاك وكل شيء. اي هات نبدلوا هذا الكل، هات بدلوه احنا معاك سيد رئيس الجمهوريه. ما نطولش عليكم اكثر من هكا، فقط حبيت نعطيها النقطه التنويريه هذه، على الاقل خلي الناس اللي حتى معناها مدمغجه كلنا يحاولوا يفهموا شويه. ومانيش مطالب كما قلت لكم اني نصب القمع على العباد، راه ولا يحب يفهم مرحبا، الا ما يحبش يفهم ينجم يغادر الصفحه باحترام من غير لا سبان لا شتم. تصبحوا على خير ان شاء الله، ليلتكم زينه وللحديث بقيه.